بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي باسم الجامعة أن أرحب بمعالي الوزير الدكتور أحمد عبد الله الأنصاري ونهنئه على تبرعه هذا المنصب، وبنؤكد كما سبق والتقينا مع سيادته أن الجامعة يسعدها ويشرفها ويتعاون دائما مع المحافظة، وأن كل إمكانيات الجامعة سوف تكون في خدمة المحافظة كما عهدنا في السابق، وإن شاء الله مع معاليه في المستقبل بإذن الله. ونرحب بحضرتك ترحيب آخر في أول زيارة سيادتك لجامعة سوهاج، وإن شاء الله تكون زيارات مكررة وتتابع قرب أنشطة الجامعة بإذن الله. كما نرحب بمعالي المساعد اللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، وهو أيضا من القيادات المتميزة والتي شرفت محافظة سوهاج بحضورها، وهو أيضا أول زيارة له في جامعة سوهاج. فنرحب بحضرتك أيضا ضيفا عزيزا وصديقا لجامعة سوهاج. هي الأخ العزيز والصديق الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج السابق، كل التقدير والتحية على ما فعلته وقدمته لجامعة سوهاج، وبالتأكيد هناك المزيد والمزيد من العطاء الذي يمكن أن تقدمه للجامعة. أخي العزيز والصديق الدكتور ماهر الدمياطي رئيس جامعة الزقازيق الأسبق ومحافظ بني سويف السابق، شرفنا بحضرتك وسعداء بوجودك بيننا، وشرف عظيم لجامعة سوهاج. ونتمنى إن شاء الله أن يكون من هناك مزيد من التعاون والتواصل بين الجامعة ومع رئيسنا. الحقيقة أنا برحب بكل الزملاء وضيوف جامعة سوهاج، وطبعا أنا سعيد جدا بإن كل هذه الكوكبة تكون موجودة معانا في الجامعة. ده شرف كبير جدا لجامعة سوهاج في أول تخريج أول دفعة من كلية الصيدلة في الجامعة. هي إدارة الجامعة تكون من أسعد لحظاتها أن نحتفل مع تخرج دفعة جديدة. ده بيؤكد أننا نعمل على الطريق السليم والطريق الصحيح، ودايما هناك من الإضافات وهناك من التطوير ما يجعلنا هناك عمل في التطوير والأعضاء بشكل مستمر. الحقيقة أرجو من الإخوة الأعزاء أن أنا أشكر أسمائهم وأفضلهم وقوفا، إن هم اللي يستحقوا التقدير والشكر والتحية من الأستاذ الدكتور أيمن أبو ضيف لو سمحت تقعد، الدكتورة سمية الدكتور محمود الأمير، زملاء الأعزاء أعضاء تدريس كلية الصيدلة لهم منا كل التقدير والاحترام والشكر. هم طبعا أصحاب الحق الحقيقيين، هم دول اللي بنوا بسواعدهم وعطاهم وخدوا وصل النهارده لبر الأمان، ونحتفل بتخرج أول دفعة من كلية الصيدلة. الحقيقة ربما يقول كما زملائي قالوا قبل كده إن البدايات في إنشاء الكليات بتبقى صعبة شوية، إنما كلية الصيدلة أعتقد إنها من الكليات اللي بدأت قوية وتستمر قوية إن شاء الله. عشان كده احنا السنة دي بدأنا في مزيد من التطوير والأعضاء لكلية الصيدلة. الحمد لله تم تخصيص 3 مليون جنيه لشراء أجهزة وتطوير معامل كلية الصيدلة، بالإضافة لثلاث أدوار مباني جديدة للكلية عشان توصف المعامل والإنشاءات، بالإضافة إلى مجموعة من الدرجات الجديدة في مبنى المدرجات. والحمد لله كمان تم تنفيذ مزرعة لبيت الحيوان في كلية الطب علشان تساهم برضه في الدراسات الخاصة بكلية الصيدلة. فنحن نعمل على قدم وساق من أجل التطوير والعطاء والتحديث لكلية الصيدلة وكذلك داخل كليات الجامعة. هي النهارده خلوني أتوجه بمجموعة من رسائل الشكر والعرفان والتقدير، وأتمنى أن تشاركوني معاكم في هذه
مجهودكم اللي عملتوه مع ابنائكم، وبالتاكيد هذه رحله شاقه، وزي ما الزملاء قالوا انكم من 16 17 سنه وانتم بتنتظروا هذه اللحظه، وبالتاكيد هي لحظه سعيده تجعل القلب يستريح لما يجد ابنه بيتخرج. واسمعوا لي برضه ان انا بشكر، يعني انا كمان ولي الامر النهارده ليا ابنه من الخريجات، طبعا يعني حاجه بتسعدني جدا. ضمن الخريجات في الاستدارة، وده يمكن عشان كده اتفق عليه زي ما قالت الزملاء، قريبه فعلا الى قلبي، ربما يكون اولا ان اول دفعه، ثانيا عشان نكون مره في الدفعه. الحاجه الرساله الثانيه اللي ببعتها، الرساله التانيه بوجهها الى خريجي كليه الصيدله، الف مبروك ليكم. اتمنى ان يستمر التواصل بينكم وبين جامعتكم، ان شاء الله على فرق من السنه الجايه نبدا في دراسه فتح الدراسات العليا لكليه الصيدله. واتمنى زي ما الدكتور ماهر قال ان تستمروا في التواصل مع الكليه، وان تستفيدوا من اساتذتكم ومن امكانيات كليه الصيدله. كليه الصيدله زي ما الدكتور صفا قال ليس انك انت تفتح صيدليه، انما لازم تبص على تطوير صناعه الدواء. وطبعا قسم الصيدله الخليجيه اللي فتحناه حاجه هتبقى مميزه جدا في مجال الابحاث الدوائيه. الرساله الثالثه والرساله التهنئه الثالثه بوجهها الى اعضاء هيئه التدريس في كليه الصيدله. رساله التهنئه لكل اعضاء التدريس في كليه الصيدله على دوركم وعلى مجهودكم في تخرج هذه الدوله. الساده الحضور جميعا، انا يعني بشكركم كل الشكر على تواجدكم بينا، وان شاء الله يعني نكون دايما عند حسن الظن. لدينا خطه طموحه لتطوير وتحسين اداء الجامعه، والهيئه يعني خلال سنه احنا عملنا مجهود كبير جدا، واعتقد اني اعتقد ان ما يحدث في جامعه سوهاج يعتبر اضافه كبيره جدا للجامعه، ونوعدكم دايما ان شاء الله ان احنا نستمر في التحسين والتطوير وتحسين البيئه التعليميه والبحثيه طلاب الجامعة ولأعضاء التدريس، وكذلك تحسين الخدمات المجتمعية تقدمها الجامعة. كل سنة وأنتم طيبين، وأشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر شغل سنة شغل، وأرجو أنكم أنتم كمان تحيوا معايا أعضاء فريق إي بي إس إف، وهم الموظفين وتنفيذهم للعديد من الانشطه والدورات التدريبيه لطلاب كليه الصيدله. الف شكر ليهم، شكرا ليكم.